السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة خمسة النهاردة معتنا مع مراجعة الرياضيات. الأول سؤال عندنا، اختر الإجابة الصحيحة. رقم واحد، المثلث الذي قياس زواياه 50 90 40 يسمى مثلث. طبعا احنا عارفين ان انا بروح لأكبر زاوية وتفرض نوعها على المثلث. أكبر زاوية عندي 90، يبقى المثلث ده قائم الزاوية، واحنا عارفين ان مجموع قياسات زوايا المثلث 180 درجة. السؤال الثاني، 4 وضم في 2 و2 على 3. دلوقتي انا عشان اضرب لازم يبقى عندي صوره كسريه بسط مقام، فهنزل بالضرب ال 4 في 8 ب 32 و1 33 على 8 في ال 2 في 3 ب 6 و2 8. على ال 8 فيها ال 1، على ال 8 فيها ال 1، على ال 3 فيها ال 1، على ال 33 على ال 3 فيها ال 11. يبقى انا هختار 11. 3 و75 من 100 في 1000. وانا بضرب العلامه بتتحرك بيد اليمين بترجع بظهرها ثلاث خطوات، ادي خطوه 2 يبقى هزود صفر، يبقى هختار الاختيار الثاني. نص وثلث، يقول لي ده اكبر او اصغر او يساوي. طبعا انا عارفه ان النص اكبر من الثلث. 55 و241 من 1000 في 100 ولا 552 و41 من 100 في 10. وانا بضرب العلامه بتتحرك بيد اليمين بظهرها خطوتين، فالعلامه هتبقى هنا، فالحل بتاعي هيبقى كده. وهنا برضه هتتحرك حركه واحده بس، فالحل هيكون كده. لو قارنت بين الرقمين هلاقيهم متساويين، فهختار يساوي. تلتين في كام؟ يديني واحد. انا عارفه ان انا عشان اجيب واحد وانا بضرب يبقى انا هضرب الكسر في مقلوبه. الاثنين على الثلاثه مقلوبه ثلاثه على الاثنين، وخد بالك ان لفظ المقلوب يرتبط بالصوره الكسريه، يعني الكسر اللي هجيب له مقلوب لازم يكون في صوره بسط ومقام. 43 يوم لأقرب اسبوع، عشان اقرب لأقرب اسبوع لازم الاول اقسم الايام على 7. 43 على 7 بتساوي 6 وسبع. طب انا عندي الاسابيع كام؟ 6، وباقي عندي يوم واحد اقل من نص الاسبوع اللي هو 3 ونص يوم، عشان كده الستة هتفضل ثابته زي ما هي. يبقى 43 يوم لأقرب اسبوع بتساوي تقريبا 6 اسابيع. اي وتر يمر بمركز الدايره يسمى قطر. الوتر اللي بيمر بمركز الدايره قطر، وخد بالك ان القطر اكبر او طارق دايره. 12 و3 من 10 في كام؟ يديني 1230. بص كده معايا، 3 2 1 وانا زودت 0، معنى كده ان العدد ما اتغيرش، العلامه هي اللي اتحركت. يبقى انا يا ضربت يا في 10 يا في 100 يا في 1000. تعالى كده نعد حركات العلامه. العلامه اتحركت حركتين، يبقى انا ضربت في 100. 5 في 2 اكبر ولا اصغر او يساوي 5734 جزء من 10000. دلوقتي انا ده كسر عادي وده كسر عشري، فانا هحول الكسر العادي ده لكسر عشري لما اضرب في 125 بسط ومقام. يبقى ال 5 في 2 بتساوي 625 من 1000. خد بالك انا حطيت صفر الوزن عشان اعرف اقارن، يبقى انا عندي ال 5 في 8 اكبر. السؤال اللي بعد كده، 3.26 من 100 كيلو متر بتساوي كام متر؟ عشان احول من الكيلو متر للمتر هضرب في 1000. عشان اضرب في 1000 فالعلامه هتتحرك او هترجع بظهرها ثلاث خطوات بيد اليمين، هيبقى انا عندي هختار الاختيار الاخير اللي هو 3260. اصغر الاعداد الاتيه، دلوقتي انا عندي 111 من 1000، 12 من 100، الصفر ده انا حطه عشان اوزن، 123 جزء من 1000، 1 و23 جزء من 1000. خد بالك ان الصحيح ده بيكبر، يعني ده اكبر واحد في اللي موجودين، فانا هقارن بين الثلاثه. لو مش عارف تقارن، الجزء من 10 كله متساوي، بحط صفر الوزن، يبقى اصغر حاجه موجوده هي 111 من 1000. 5 على 6 على 1.6. عشان اقسم لازم يبقى عندي برده صوره كسريه. هنزل ال 5 على 6 زي ما هي، وانزل بالضرب واطلع بالجمع والمقام ما بيتغيرش. الواحد في 6 ب 6 وواحد 7 على 6. هنزل الكسر الاولاني واغير علامه العلى اخليها في، واجيب مقلوب ال 7 على 6 تبقى 6 على 7. على 6 فيها الواحد، على 6 فيها الواحد، واضرب بسط بسط مقام في مقام. 5 في 1 ب 5، 1 في 7 ب 7. 3.28 من 100 بتساوي 3 وكام على 25؟ دلوقتي يا سنه 5، انا عشان احول من الصوره العشريه لصوره عدد لصوره عدد كسري، هيبقى عندي 3 صحيح و23 على 100. خد بالك ان المقام اللي عندي هنا 100 لكن هنا 25، يبقى كان في خطوه في النص انا مش عارفاها، خطوه التبسيط، لان احنا عارفين ان الكسر العادي في ابسط صوره. طب ال 100 عشان تكون 25 اتقسمت على 4، 28 على 4 فيها 7، يبقى انا هختار 7. ربط التصاعد، 3 على 2، 3 على 5، 3 2، 6 2، 3 على 7.
طيب دلوقتي البسط كله عندي متشابه، انا لو عرفت اخلي الست 2 بسطها 3 يبقى انا كده هرتب بطريقه سهله. طب الست عشان تكون 3 هقسم على الاثنين، يا 8 تقبلي على الاثنين؟ اه، معنى كده ان انا هقسم على الاثنين بسط ومقام. 6 على الاثنين فيها الثلاثة، 8 على الاثنين فيها الأربعة، يبقى الست 2 3 أرباع. طيب دلوقتي بقى البسط كله عندي زي بعضه، يبقى انا هقدر ارتب بطريقه سهله لما اختار صاحب المقام الكبير احطه هو في الاول. طيب يبقى انا هختار الثلاث 8 الاول، بعدها كام؟ بعدها الثلاث سباع، بعدها الثلاث خماس، بعدها الثلاث ارباع اللي هي اصلها 6 2، واخر حاجه الثلاثه على الاثنين. بيقول لي اذا كان سعر المتر الواحد من القماش 46% من الجنيه، فما ثمن 2.4 من المتر؟ دلوقتي انا عشان اجيب ثمن الامتار دي انا هضرب، هضرب ال 46% في 2.4. خد بالك انا عندي هنا علامه بعد رقمين وهنا علامه بعد رقم، يبقى انا لما يجي الناتج هحط فيه علامه بعد ثلاث ارقام. هاخد الاثنين مع بعض واضربهم في الهامش، 645 في 24، ال 4 في 5 ب 20 صفر معايا ال 2، ال 4 في 4 في 16 و 2 18، 8 ومعايا ال 1، ال 4 في 6 ب 24 و 1 25، احط زائد 0، وال 2 في 5 ب 10 صفر ومعايا ال 1، ال 2 في 4 ب 8 و 1 9، وال 2 في 6 ب 12، وبعدين هجمع 0 8 5 و 9 14 ومعايا ال 1، يبقى 3 و 2 5 وال 1 ينزل. اخدت العدد ده وحطيت فيه علامه بعد ثلاث ارقام. بيقول لي في الشكل المقابل انا عندي دائره، تعال افكرك بسرعه بتعريف الدائره. دلوقتي يا سنه 5 انا عارفه ان الدائره هي خط منحنى مغلق يبعد بعد ثابت عن نقطه ثابته هي نقطه المركز. دلوقتي انا عارفه ان القطر هو قطعه مستقيمه طرفها على الدائره وتمر بالمركز. امال الوتر؟ قطعه مستقيمه طرفها على الدائره بس مش هتعدي بالمركز. وخد بالك ان اكبر اوتار الدائره هو القطر. طيب نص القطر هو قطعة مستقيمة طرفها مركز الدايرة وأي نقطة على الدايرة. فهو بيقول لي ميم ألف، ميم ألف دي طرفها المركز ونقطة على الدايرة، معنى كده إن ميم ألف ده نص قطر. هيساوي مين؟ هيساوي ميم سين، ميم سين برضه نص قطر. هيساوي ميم ب. أقوى الوتر في الدائرة هو، لأن هو أنا كدي بالظبط بطلع من الرسمة دي، مين هنا أكبر وتر؟ هو القطر ألف ب. فهقول أكبر وتر في الدائرة ألف ب. ويسمى القطر. اوجد قيمة س. س على 7 أكبر من 4 على 7 وأصغر من 8 على 7. خد بالك إن اوجد قيمة س دي بالظبط زي الأعداد المحصورة. يعني أنا عايز أعرف مين اللي هحطه هنا أكبر من الأربعة وأصغر من الثمانية. س ليها أكتر من قيمة، ممكن تكون 5 أو 6 أو 7. مستطيل بعده 14.2 سنتي و10 سنتي. اوجد مساحته. تعالى كده افكرك، مساحه المستطيل الطول في العرض، مساحه المستطيل الطول في العرض، امال مساحه المربع طول الضلع في نفسه. طب انا دلوقتي هضرب 14.2 في 10، العلامه هترجع خطوه او هتتحرك جهه اليمين، هيبقى الحل 142 سنتي متر مربع.